الرحمن الرحيم. كنشكروا الحضور الكرام المناضلين والمناضلات. الأسئلة كثيرة عن المرأة بمشاركتها في العمل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. عدم وجود قوانين رسمية تميز بين الرجل والمرأة حتى في البلدان الغربية، فإن العالم السياسي في عمومه يبقى منطقة ذكورية، ففي البلدان المتخلفة يهيمن الرجال عن الحياة السياسية بالقوة وبشكل مباشر في البلدان المتطورة. ومن هنا تبرز أسئلة تفرض نفسها علينا متى كنا باحثين عن حياة أكثر عدلا وإنصافا بالنسبة للمرأة، فلماذا يهيمن الرجل على الحياة السياسية، ولماذا يهيمن على التساتر وعلى الأفكار وعلى المناصب السياسية، ولماذا ينظر إلى صناعة القرار دائما بأنها صناعة ذكورية بحتة وأن ذلك أمرا طبيعيا جدا، وكيف هيمن الرجل على العالم السياسي؟ وشكرا.